طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية الإخبارية المتواصلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية لسير الانتخابات في الولايات المتحدة وتطوراتها. كشف استطلاع رأي للناخبين بعد التصويت في الولايات بشكل متتابع أن 44% من الناخبين يميلون إلى المرشح الجمهوري ترامب دونالد ترامب، فيما يميل 48 للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وفي بنسلفانيا كشف استطلاع للرأي لمركز إديسون للأبحاث أن 47% يؤيدون المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فيما يؤيد 46% المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وفي ولاية أريزونا كشف مركز إديسون عن تأييد 46% للجمهوري دونالد ترامب، كذلك أيد 46% الديمقراطية هاريس. إلى ولاية ميشيغان، حيث كشف مركز إديسون البحثي أن 45% يؤيدون المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بينما يؤيد 47 المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وفي ولاية نورث كارولاينا أفاد استطلاع رأي لمركز إديسون للأبحاث تأييد 43 من المصوتين للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، مقابل 48% للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. الآن تنضم إلينا مشاهدينا الكرام شبكة مراسلي القاهرة الإخبارية من بنسلفانيا رامي جابر مراسل القاهرة الإخبارية، ومن ميشيغان ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، وأيضا ينضم إلينا من فلوريدا مهران عيسى، كما وينضم إلينا أيضا من ويسكونسن ممدوح أبو الغنم مراسل القاهرة الإخبارية. أبدأ معك ياسر من ميشيغان. مستشارون لترامب قالوا منذ قليل أنه فريق العمل فريق ترامب بطبيعة الحال سيراقب عن كثب تصويت بالتحديد الأمريكيين العرب هذه الليلة، هل يمكن في أي سياق أن نفهم هذا التصريح؟ تحياتي لك ياسر وللسادة المشاهدين. في سياق التخوف من ترامب وحملته الانتخابية من مسألة التزوير هنا والمصادفة التي لا أعلم أن تكون جيدة أو ليست جيدة، أننا قمنا بالتسجيل هنا على شاشة القاهرة الإخبارية مع سيدة عراقية من أصل أمريكي، والتي اشتكت من أنها قامت بالفعل بانتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أنها عندما قامت بتسليم الورقة الخاصة بها قام الموظف المختص بمسألة إعادة أو شطب هذا الاختيار الذي قامت به. لم تكتفي السيدة بذلك، ولكنها قامت بالحديث مع المسؤولة عن هذه اللجنة الكبيرة ياسر، والتي كما يظهر من خلفي الآن أعداد كبيرة في أقل من ساعتين الآن. على أي حال هذه هي الواقعة. أوصلت المسؤولة عن هذه اللجنة السيدة العراقية من أصل أمريكي، أوصلتها باللجنة الرئيسية في ميشيغان والذين تواصلوا معها هاتفيا، ولكنها لم تصل إلى شيء. هذا كنا شهود عيانا على هذه النقطة. لكن بعيدا عن هذه النقطة، الإقبال هنا قياسي، وهذا ما نشاهده، وكذلك أيضا ما تحدثت به وزيرة الخارجية في ميشيغان جوسلين بنسون، والتي قالت بأن الإقبال هذه المرة في الانتخابات في ميشيغان يعتبر قياسيا، حيث أنه في العام 2020 كان هناك حوالي 5.5 مليون ناخب، إلا أن هذه المرة سوف تذهب إلى الأعداد لأكثر من هذا بكثير. أيضا كانت وزيرة الخارجية جوسلين كانت قد حذرت الناخبين من مجاراة الأخبار والمعلومات
المضللة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية. كذلك أيضا يعني النتائج كما يقول المراقبين هنا قد تكون ما بين الساعة 10 مساء بتوقيت الساحل الشرقي إلى منتصف الليل. في الساعة 10 ياسر سوف يكون هناك ما يسمى هنا بالواتش بارتي، ويعني بذلك أن هناك لكل حزب أو لكل مرشح من المرشحين سوف يكون لهم تجمع لاستطلاع النتائج والاحتفال بالنتائج عن كل ولاية. سوف نقوم بطبيعة الحال باختيار أحد المرشحين، سوف يكون هناك تجمع للرئيس السابق دونالد ترامب لمتابعة مناصريه للولايات التي لم يتم يعني الانتهاء من إفراز النتائج، وكذلك أيضا سوف يكون هناك تجمع لكامالا هاريس وتجمع آخر لجيل شتاين. بشكل عام كما أؤكد كل مرة في مداخلات ياسر بأن الوعي السياسي العربي هنا يعني رائع للغاية، قد تكون بداية لصوت عربي كبير يبدأ من ميشيغان والتي تسمى أيضا عاصمة العرب في الولايات المتحدة الأمريكية. نسبة الناخبين في هذه الانتخابات ياسر في هذه الولاية الكبيرة قرابة 7,200,000 ناخب، من ضمنهم بطبيعة الحال العرب والذين تصل أعدادهم بحوالي 490,000 صوتا. أما الذين صوتوا في التصويت المبكر والذي يعتبر لأول مرة وطبقا لقانون خاص كان في العام 2022 هي المرة الأولى في السياسة أو الانتخابات في ميشيغان أن يتم تصويتا مبكرا في هذه الولاية، والذي أيضا كما قال المسؤولون هنا وصل لأكثر من 3,300,000 صوت قاموا بالتصويت المبكر حتى يوم الأحد الماضي. ابقى معي ياسر إذا تفضلت. أذهب مباشرة إلى بنسلفانيا، من هناك رامي جبر معنا الآن. رامي، أنت في ولاية في واقع الأمر يمكن من خلال متابعة وسائل الإعلام الأمريكية وكل التقارير التي ترد من الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر واحدة من أهم إن لم تكن أهم الولايات الآن، كل الأنظار يعني تذهب إليها تتحدث عنها. هذه الولاية التي كانت ديمقراطية وانتزعت في مرحلة في مراحل لترامب ثم عادت مرة أخرى ديمقراطية في عهدة بايدن الأخيرة. السؤال هنا يعني هذه الولاية لأي درجة هذه الصعوبة منعكسة فعلا على المتابعين على الأرض لعملية التصويت في بنسلفانيا؟ مرحبا ياسر، بالفعل بنسلفانيا هي نموذج للولاية المتأرجحة. يعني إذا ما نظرنا إلى آخر 3 استحقاقات رئاسية سنجد أنها في 2020 صوتت لبايدن، قبلها في 2016 صوتت لترامب، ثم قبلها في 2012 صوتت لأوباما الديمقراطي. هناك تأرجحات أخرى ربما يعني الفترة قبل أوباما سيطر عليها الديمقراطيون، حتى عندما نجح جورج دبليو بوش الابن في فترتين 2000 و2004 لم يحصل عليها، ولكن والده حصل عليها من قبله عام 1988، قبلها عام 1984 كان رونالد ريغان، و1980 أيضا، وقبله كان هناك رئيس ديمقراطي. الولاية بالفعل إذا ما نظرت إليها على مدار 30 إلى 40 إلى 50 عاما ستجد أنها بالفعل تتأرجح دائما ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. انظر إلى زاوية أخرى أيضا وهي مسألة المجلس النواب، وفي الحقيقة هذه معركة كبيرة جدا هنا، معركة مجلس النواب الأمريكي. هناك 17 منطقة، كل منطقة ستنتخب نائبا. الوضع الحالي في مجلس النواب الأمريكي 9 ديمقراطيين و8 جمهوريين، وهذا عدد ليس بقليل. هذا يدل أيضا أو يدعم أيضا فكرة أن الولاية متأرجحة حتى على مستوى مجلس النواب الأمريكي.
هناك معركة أخرى أيضا جانبية تدل على أن هذه الولاية ولاية متأرجحة بشكل كبير، وهي معركة مجلس الشيوخ الأمريكي. هناك مقعدان لهذه الولاية مثل كل الولايات الأمريكية أو معظم الولايات الأمريكية، مقعدان في مجلس الشيوخ، أحدهما لجون فيترمان، ولن يتم يعني التصويت على هذا المقعد الآن. جون فيترمان سيناتور ديمقراطي، وهو مستمر في ولايته في مجلس الشيوخ، ربما حتى انتخابات التجديد النصفي المقبلة. ولكن المقعد الثاني هنا في مجلس الشيوخ تدور عليه معركة طاحنة. هذا المقعد لبوب كيسي، وهو أيضا سيناتور ديمقراطي، ولكن يعني يصارعه عليه الآن ديف ماكورميك السياسي الجمهوري، وله شعبية وقاعدة شعبية كبيرة، وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أنه يتقدم في بعض الاستطلاعات يعني قبل الانتخابات على بوب كيسي. كل هذه الأسباب تجعل من هذه الولاية ولاية متأرجحة جدا، متأرجحة أيضا بين الريف وبين الحضر، بين المدن الحضرية مثل فيلادلفيا التي أقف فيها الآن وبيتسبرغ، وما بين كثير جدا من المدن أو يعني المناطق الريفية والمناطق النائية التي تصوت تاريخيا للحزب الجمهوري، بينما المدن الحضرية تصوت للديمقراطيين. هو في الحقيقة يعني هذه الولاية إذا ما نظرنا إليها هي متأرجحة النصف بالنصف. حتى آخر استطلاعي رأي قبل يوم الانتخابات بين هاريس وترامب كانا مناصفة تساويا فيه وتعادلا تعادلا كاملا ب 48% مقابل 48%، وفي الاستطلاع الآخر 49% مقابل 49%. طيب، أذهب مباشرة إلى فلوريدا، من هناك مهران عيسى مراسل القاهرة الإخبارية معنا الآن. يعني مهران، أنت في ولاية أيضا ثقيلة الوزن، نتحدث وكما أشرت وفي مداخلات سابقة نتحدث عن 30 مقعد في المجمع الانتخابي. لأي درجة هذه الولاية من الأهمية بمكان منعكس ذلك أيضا على المنافسة بين كلا المرشحين من خلال رصدك لما يدور على الأرض عندك؟ نعم، بالفعل المنافسة كبيرة على هذه الولاية، رغم أن هذه الولاية في الانتخابات الماضية والتي سبقتها كان الفوز بهذه الولاية من نصيب الجمهوريين، لكن الجولتان السابقتان كانت بالعكس من نصيب الديمقراطيين، وبالتالي هذا يعني أن سكان فلوريدا يصوتون حسب مصلحتهم وحسب مزاجهم السياسي في كل مرة. هذا يعني أن الأمر ليس محسوماً لصالح الجمهوريون في هذه الانتخابات، فربما تحدث مفاجأة. كما قلت في السابق، هنالك بعض المطالب التي نادى بها أهالي فلوريدا كانت ضمن الدعاية الانتخابية لهاريس، أي للديمقراطيين، بمعنى أنهم قد يصوتون هذه المرة عكس الانتخابات الماضية ويصوتون للديمقراطيين، لأن في دعاية الديمقراطيين أمور تخصهم ويطالبون بها كتشريع الماريجوانا كما قلت في مداخلات سابقة، وكذلك فيما يخص موضوع الإجهاض، هذا القانون الذي سيسمح للنساء بالإجهاض وحرية الإجهاض متى أردنا حتى بعد الأسبوع السادس، وهذا مطلب، بمعنى أن هذان المطلبان اللذان يحققهما الديمقراطيون ربما يتسببان بقلب الموازين وتصويت أهالي الولاية للديمقراطيين هذه المرة، على عكس كل التوقعات التي كانت تشير إلى أن هذه الولاية جمهورية محسومة. كل شيء وارد حقيقة، لكن استطلاعات الرأي الماضية كانت تقول بأن هذه الولاية ما زالت حتى هذه اللحظة، لكن بفارق بسيط، ما زالت ستصوت لصالح الجمهوريين. لكن كما قلت قد تحدث مفاجآت، وعادة استطلاعات الرأي ما كانت في السابق تخذل الأمريكيين ولم تكن دائما دقيقة، وتحديدا سيما وأن استطلاعات الرأي في هذه المرة تشير إلى تقارب كبير في نسب التأييد بين الجمهوريين والديمقراطيين، بمعنى أن الهامش ربما يحسب ضمن هامش الخطأ، كون أن النسبة ما بين 1 إلى 2% لصالح الجمهوريين، قد تنقلب الموازين. حقيقة هذه الولاية مهمة أيضا كونها يعني المكان الذي يقيم فيه دونالد ترامب، وهنا دعني أشير لأننا في مدينة بالم بيتش، وخلفي تماما في هذه البناية المضيئة خلفي سوف يتابع دونالد ترامب بعد ساعة من الآن أو أقل من ساعة من الآن بدء عمليات فرز الأصوات،
وسيتابع النتائج الأولية لعملية الفرز. طبعا اليوم كانت لديه تصريحات مهمة للغاية، قال بأنه سيعترف بنتائج الانتخابات في حال كانت النتائج عادلة، وهنا يقصد أن العدل لابد أن يكون فوز لصالحه. أيضا كانت لديه تغريدة قبل ساعات وقال بأن هذا اليوم مهم لهزيمة المؤسسة الفاسدة، في إشارة إلى الديمقراطيين. حقيقة التصريحات شديدة اللهجة بين مرشحة الحزب الديمقراطي هاريس وكذلك ترامب وكل من مساعديهم، أيضا كان لهم تصريحات حقيقة قاسية ضد بعضهما البعض، وهذا يدل على شيء إنما يعكس حجم التجاذب السياسي الكبير. هنالك مخاوف من أن تحدث عمليات شغب عقب الإعلان عن النتائج الأولية في حال لم تكن لصالح ترامب، لأن أنصار ترامب كانوا يهددون عبر وسائل الإعلام بأنهم لن يسكتوا وأن هذه الانتخابات حاول الحزب الديمقراطي تزييفها، ومستدلين على ذلك إرسال النظام الحالي أو الحزب الحالي وزارة العدل تحديدا مراقبين إلى العديد من الولايات، تقريبا 29 ولاية للمراقبة. هم يقولون بأن هذه سابقة من نوعها منذ عقدين من الزمن، وبالتالي هناك تشكيك بأن هدف وزارة العدل هو أن يتدخل هؤلاء ويعبثوا بنتائج الانتخابات لكي تكون لصالح الديمقراطيين وليس لصالح ترامب مرشحهم. وبالتالي قد نشهد ما شاهدناه في الانتخابات الماضية في يناير عام 2021 عندما لم يستسلم في البداية ترامب لنتائج الانتخابات وقال بأنها مزورة، وهاجم أنصاره مبنى الكابيتول أو مبنى الكونغرس. وبالتالي قامت اليوم يعني الشرطة في العاصمة واشنطن بنشر العشرات، وقامت بتأمين مبنى الكابيتول مبنى الكونغرس وكذلك البيت الأبيض وكذلك مقر إقامة المرشحة الديمقراطية هاريس، وهذا يدل على شيء إنما يدل على أن هناك تخوفات حقيقية من اندلاع أعمال عنف في العاصمة واشنطن تحديدا وفي ولايات أخرى كثفت فيها الشرطة التركية من الحراسة لبعض المنشآت الهامة. نحن هنا نقف بالقرب من هذا المبنى التابع للبلدية مدينة بالم بيتش، حيث يوجد هذه عمليات الفرز التي ستبدأ بعد ربما دقائق من الآن فور إغلاق صناديق الاقتراع التابعة بالتوقيت المحلي. أيضا سواء إعلان النصر أو القبول بالهزيمة، وبالتالي يوجد في هذه المنطقة مشددة. أيضا يوجد لا أبالغ إن قلت ما يقرب من 100 وسيلة إعلامية سواء كانت أمريكية أو أجنبية تراقب وتنتظر أي تصريح من ترامب من هذا المبنى، ونحن في قناة القاهرة الإخبارية أيضا نتابع مثلنا مثل كافة وسائل الإعلام الدولية من هنا من أمام المبنى الذي يوجد به دونالد ترامب في ولاية فلوريدا وبالتحديد في محل إقامته بالم بيتش. نعم. من فلوريدا تحول مباشرة إلى ويسكونسن، من هناك ممدوح أبو الغنى مراسل القاهرة الإخبارية ينضم إلينا الآن. طبعا ممدوح، من المعلوم الآن أن ويسكونسن أيضا هي واحدة من ولايات السبع متأرجحة وينظر إليها أيضا باهتمام كبير لأنه النتائج يعني غير مضمونة فيها لأي من المرشحين. كيف انعكس ذلك على العملية الانتخابية وما الذي يمكن رصده على الآن، وفي أي ساعة نحن في مسألة التصويت، وهل اقتربنا من نهايتها أم لا؟ نعم ياسر، بالنسبة للأوضاع في ولاية ويسكونسن وفي مدينة ميلواكي التي أتواجد فيها وأنا في مركز البلدية مركز الاقتراع، دعني أحدثك عن الأوضاع في هذا المركز. نسبة الاقتراع لا تزال متواضعة كما صرحت لي مديرة المركز، يعني حتى الساعة الخامسة مساء، الآن الساعة الخامسة والثلث، يعني بعد 10 ساعات من فتح صناديق الاقتراع اقترع في هذا المركز كما نلاحظ الآن هو تقريبا خال من المقترعين، اقترع حوالي 380 ناخب فقط لا غير، يعني هذا الرقم متواضع جدا كما قالت لي مديرة المركز. يعني أنا كنت موجود في هذا المركز خلال الساعتين الأخيرتين، قبل أن أصل كان الرقم 340، الآن 380، يعني خلال ساعتين انتخب فقط 40 شخصا. الآن في الخارج هناك
أمطار غزيرة تقريبا انتهى دوام الموظفين. يتوقع أن يكون هناك بعض الزخم، لكن حتى الآن لا يزال هذا المركز خاليا من الناخبين. بقي حوالي 3 أو ساعتين ونصف، الساعة الآن تقارب 5:30 مساء بالتوقيت المحلي. صناديق الاقتراع تغلق في هذه الولاية في الساعة 8 مساء، يعني بقي حوالي 2:30 على إغلاق صناديق الاقتراع. هذه النسب كما تقول لي مديرة المركز من خبراتها السابقة بأنها نسب متواضعة، أرجعت ذلك لأن هناك الكثير من الناخبين بدأوا بالتصويت أو صوتوا خلال التصويت المبكر الذي امتد منذ 22 أكتوبر وحتى مساء يوم الأحد أول أمس. دعني أذهب إلى استطلاعات الرأي في ولاية ويسكنسن، يعني أظهرت بعض وسائل الإعلام المحلية ومنها نيوز واير بتعادل ترامب وكمالا هاريس ب 49% لكل منهما. أيضا هناك استطلاع آخر للرأي أظهر تعادلا ب 50% لكل منهما، يعني هذا التعادل في ولاية متأرجحة مثل ويسكنسن هو تعادل يعني لا يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات، حتى وإن كان هناك تقدم بنقطة مئوية أو نقطتين مئويتين لمرشح ضد المرشح الآخر، لأن هامش الخطأ كبير وهناك تقارب أيضا كبير بين المرشحين كمالا هاريس ودونالد ترامب. أيضا من ضمن استطلاعات الرأي كان هناك استطلاع لسي بي اس ما بعد التصويت، هذا الاستطلاع قال بأن 88% من الديمقراطيين واثقون من نزاهة الانتخابات مقابل 48% من الجمهوريين. يعني هذه الأرقام تدل أن الجمهوريين يتخوفون من أن يكون هناك عملية تزوير، ربما يعني إن كان هناك أدلة أو لا لا أعرف، لكن هناك تخوف من الجمهوريين في حال خسر ترامب بأن الانتخابات لن تكون نزيهة، فيما يثق الديمقراطيون حتى الآن بغض النظر عن النتيجة ب 88% يثقون في العملية الانتخابية. أيضا من ضمن الأخبار التي رصدناها هنا في ويسكنسن، يعني لاحظت في بداية هناك بدأت يعني كما تلاحظون الآن يعني عناصر الأمن لم يكونوا موجودين في هذا المركز منذ الصباح، كنت موجود هنا في هذا الصباح في فترة الصباح الباكر وأيضا في فترة ما بعد الظهر لم ألاحظ أي عناصر أمن موجودة، لكن بعد قبل ساعة من الآن لاحظت كثافة ربما إلى حد ما وجود عناصر أمنية مختلفة خارج المركز وفي داخله. أيضا كان هناك بيانات أمنية في ولاية ويسكنسن تحدثت بأنه لا يوجد أي خروقات أمنية في ولاية ويسكنسن حتى الآن، يعني بعد حوالي 10:30 من بدء الاقتراع تحدثت بعدم وجود أي اختراقات أمنية، لم يكن هناك أي عمليات أو احتكاك بين الجمهوريين والديمقراطيين، رغم أن هذه الولاية من الولايات المتأرجحة جدا والحساسة جدا، لأن يعني نسبة بسيطة في هذه الولاية قد تحسم أصوات المجمع الانتخابي 10 التي يعني هي مخصصة لولاية ويسكنسن، قد تحسمها لصالح مرشح ضد آخر، لأن هذه الولاية متقاربة جدا، حتى أن المرشح لمركز نائب رئيس الولايات المتحدة الجمهوري جي دي فانس قال بأن ربما 90 صوتا قد تفرق ولصالح كمالا هاريس أو لصالح ترامب. هو كان يحث الجمهوريين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والانتخاب لأن 90 صوتا أو 100 صوت ربما ستؤثر بشكل كبير على نتيجة الانتخاب، ويكون هناك 10 أصوات في المجمع الانتخابي تذهب لصالح المرشحة كمالا هاريس، وهو كان يخوف أو يخشى من هذا السيناريو أن يكون هناك تقارب شديد بالأصوات، وربما يكون هناك في حال حدث تقارب شديد في الفرز الأصوات هذا يعني إعادة الفرز مرة أخرى للتأكد من الأرقام، لأن الأرقام المتقاربة تعني إعادة الفرز والتوثق من كل الأرقام التي أو
بطاقات الاقتراع التي تم توثيقها في المراكز المتعددة في ولاية ويسكنسن. نعم ياسر. شكرا جزيلا مندوح أبو الغنم مراسل القاهرة الإخبارية من ويسكنسن، وشكر موصول أيضا لزميل مهران عيسى تحدث إلينا من فلوريدا، وشكرا زميلي رامي جبر من بنسلفانيا، وأخيرا شكرا لزميلي ياسر نور الدين الذي تحدث إلينا من ميشيغان. وبطبيعة الحال زملائي الأعزاء مشاهدينا الكرام، سنبقي عينا على آخر وأهم التطورات من خلال شبكة مراسلينا. في الأثناء تحدث المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن حالات غش في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وكان ترامب أعرب عقب الإدلاء بصوته عن ثقته في الفوز بالانتخابات الرئاسية، وأكد أنه يحقق نتائج جيدة في الولايات المتأرجحة، وأوضح أن قضيته الأولى هي الحدود، وأنه لن يسمح بدخول المهاجرين غير النظاميين، معربا عن أمله في أن تظهر نتائج الانتخابات بشكل مبكر الليلة. أكد مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBI رصد إرسال تهديدات زائفة بوجود قنابل في مواقع اقتراع في عدة ولايات، وإن العديد منها مصدره على ما يبدو نطاقات بريد إلكتروني روسية. هذا وألقت الشرطة القبض على رجل بعدما تشككت في سلوكه، وأغلقت شرطة مقر الكونغرس مركز زوار المبنى، فيما وضعت قوات الحرس الوطني في 18 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن قوات الحرس الوطني في حالة تأهب من أجل دعم جهود تأمين الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى، وافقت محكمة بنسلفانيا على طلب مسؤولي الانتخابات في مقاطعة كامبريا بتمديد ساعات التصويت حتى الساعة 10 مساء بالتوقيت الشرقي، بعدما عطل في البرنامج بعد عطل في البرنامج أدى إلى تعطيل مسح بطاقات الاقتراع، كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكيين من مقطعين مصورين مزيفين يحتويان على ما وصفه بمزاعم كاذبة بوجود تهديدات إرهابية وتزوير انتخابي. أعربت سلطات ولاية جورجيا عن ثقتها من صدور نتائج أغلب الأصوات بالولاية بعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، وحملت السلطات روسيا مسؤولية التهديدات الأمنية الكاذبة بخصوص مراكز الاقتراع في الولاية، مشيرة إلى أن إغلاق مراكز الاقتراع في جورجيا وصدور مؤشرات أولية في الولاية سيكون في تمام الساعة 2 فجر الأربعاء. أضافت السلطات أن إغلاق مراكز الاقتراع في نورث كارولينا وصدور مؤشرات أولية سيكون الساعة 2:30 فجر الأربعاء، فيما سيتم إغلاق مراكز الاقتراع في بنسلفانيا في الساعة 3 فجر الأربعاء. في الوقت ذاته أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الطقس السيء قد يؤجل إعلان النتائج في ولايتين رئيسيتين متأرجحتين هما ميشيغان وويسكنسن. تعامل المرشح الجمهوري دونالد ترامب بدهاء في العديد من الملفات والأمور التي كسب بها تأييد العديد من الناخبين، ولعل أبرز هذه الملفات هو التحول الصادم والتقارب الذي صنعه مع نائبه جي دي فانس الذي كان أكثر أعداء ترامب ضراوة، وكذلك الملياردير إيلون ماسك. لكن ترامب حول العداء إلى تعاون كبير يصب في مصلحته. من أعداء إلى حلفاء، تحول صادم ومثير أظهرته الساحة السياسية الأمريكية حين كشفت عن قدرة الرئيس السابق دونالد ترامب على تحويل خصومه السابقين إلى أقرب داعميه. جي دي فانس الذي وصف ترامب يوماً بالخطر على القيم الجمهورية، وإيلون ماسك الملياردير الذي لم يوفر جهداً في انتقاده، يقفان اليوم في صف واحد مع الرجل الذي هاجماه في السابق
هذه التحولات اللافتة تكشف عن استراتيجية سياسية جريئة لترامب وقدرته على إعادة صياغة تحالفاته في معركة سياسية لا تعرف هوادة. السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جي دي فانس الذي وصف ترامب سابقاً أنه أحمق وهتلر أمريكا تحول بشكل دراماتيكي ليصبح أحد أبرز مؤيديه وجعله مرشحاً لمنصب نائب ترامب حال وصوله إلى البيت الأبيض. فانس أعاد تقييم موقفه مع صعود قوة القاعدة الشعبية المحافظة التي تدعم ترامب في خطوة تفسر كاستراتيجية للاندماج في التيار الشعبي الذي يشكل جوهر قاعدة ترامب الانتخابية. أما الملياردير إيلون ماسك الذي لم يتردد في انتقاد سياسات ترامب خلال فترة رئاسته فقد أثار دهشة الكثير بدعمه المتزايد للرئيس السابق وبالأخص خطوته الجريئة بالتبرع بمليون دولار يومياً لشخص يتم اختياره عشوائياً كل يوم ممن يوقعون على عريضة له على الإنترنت لدعم التعديلين الأول والثاني في الدستور الأمريكي حيث يحمي التعديلان الحق في حرية التعبير وحمل السلاح. يفسر المحللون هذا التحول بخلافات ماسك مع الإدارة الحالية خاصة فيما يتعلق بتنظيمات التكنولوجيا والسياسات البيئية مما دفعه إلى تبني موقف أكثر مرونة تجاه ترامب. هذه التحولات تسلط الضوء على قدرة ترامب على إعادة بناء جسور سياسية مستغلاً تغير الأولويات والمصالح في المشهد الأمريكي. التغير في مواقف فانس وماسك يجسد تعقيدات المشهد السياسي الأمريكي ويؤكد أن الالتزام بالمواقف السابقة ليس كافياً بل إن البقاء في دائرة اللعبة السياسية يستدعي التكيف وإعادة النظر في التحالفات وفقاً للظروف والفرص المتاحة. تتصاعد التوترات الأمريكية حول اختلاف وجهات النظر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول ملف الهجرة حيث أكد ترامب أن التشدد في الهجرة هو السبيل الوحيد للحفاظ على البلاد في المقابل تمثل هاريس الوجهة المعتدلة في هذا الملف. مجتمع ولد على أيدي مهاجرين تتصاعد التوترات السياسية في المشهد الأمريكي وملف الهجرة يتحول إلى وقود مشعل للمعركة الانتخابية الرئاسية بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب. وبينما تتصادم الرؤى تتجه الأنظار إلى هذه القضية الحساسة التي تلامس جوهر المخاوف والهواجس الأمريكية، فهل ستنحاز الأصوات لصالح النهج الإنساني الذي تتبناه هاريس أم سيعود الناخبون لدعم السياسات الصارمة التي يروج لها ترامب؟ Beginning today, the United States of America gets back its borders. كامالا هاريس التي تمثل الوجهة المعتدلة في إدارة بايدن اختارت تبني نهج إنساني في ملف الهجرة، سعت إلى تفكيك السياسات القاسية التي تبنتها إدارة ترامب بما في ذلك إعادة النظر في سياسة ابقى في المكسيك في محاولة لفتح الباب أمام طالبي اللجوء. كما تركز هاريس على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة خاصة في دول أمريكا الوسطى، وهو ما يعكس توجها نحو الحلول طويلة الأمد بدلا من القمع الفوري. تطمح هاريس من خلال هذا التوجه إلى استقطاب دعم الأقليات والمهاجرين الذين يرون في سياساتها نوعا من التفاهم والتعاطف مع تجاربهم. الناخبون من أصول لاتينية الذين يمثلون شريحة مؤثرة ومتزايدة في المجتمع الأمريكي قد يجدون في مواقفها ملاذا سياسيا يعكس آمالهم في فرص أكثر عدالة. على الجانب الآخر يعتمد دونالد ترامب على شعاراته المعروفة حول الهجرة مستغلا الخوف والمخاوف الاقتصادية لتعزيز موقفه، شعارات مثل بناء الجدار وأمريكا أولا،
لا تزال تلقى رواجا بين قاعدة كبيرة من الناخبين، خاصة البيض المحافظين. ترامب يروج أن التشدد في الهجرة هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمن البلاد وهويتها. الناخبون اللاتينيون يميلون عموما نحو هاريس ورؤيتها لحلول طويلة الأمد وتحسين ظروف دول الهجرة، ما قد يجعلها الخيار الأفضل لهذه الشريحة. أما الناخبون المحافظون فيعتبرون ترامب بطلا للحفاظ على السيادة الوطنية. سياسته المتشددة تلقى دعما قويا، خاصة في الأوساط التي ترى في الهجرة تهديدا لأمنها وهويتها. السجال السياسي والحرب الكلامية التي شنتها حملات هاريس وترامب على مدار أشهر شكلت مادة ثرية لرسامي الكاريكاتير. استثمر مصممو الشخصيات الكرتونية والكاريكاتير الملفات محل الاستقطاب بين المرشحين لنشر مئات الرسوم الطريفة التي أثرت بشكل كبير على الرأي العام الأمريكي. المزيد مشاهدينا في سياق هذا العرض مع زميل أحمد عين. مساء الخير أحمد. يعني بالتأكيد عادة انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية يأتي معها كل جديد، هناك تقاليع في عالم الانتخابات تظهر مع كل انتخابات أمريكية. أظن أنه في هذا العرض سنشاهد بعض الصور، سواء كانت رسوم كاريكاتيرية أو رسوم أخرى، ستعكس فعلا كيف كان السجال على مدار الأشهر الماضية بين المرشحين. نعم ياسر، هذه الانتخابات التي تعد الأكثر سخونة في تاريخ الانتخابات الأمريكية للكلمة وللصورة معنى ودلالة، وهذا ما سنتابعه في هذا العرض. شكرا لك ياسر. تفضل. دائما ما تكون السياسة مادة خصبة لصناع الفن، أما الكاريكاتير السياسي فيعد وسيلة فاعلة في التأثير على الرأي العام ويلعب دورا بارزا في توجيه المزاج العام للجماهير. ومع احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس، ظهرت بعض الرسوم الكاريكاتورية التي تعكس واقع السباق إلى البيت الأبيض. وعبر محطات عدة من الماراثون الانتخابي الأكثر سخونة في تاريخ الولايات المتحدة، نجح الكاريكاتير في قلب موازين الانتخابات وزيادة مشاعر عدم الثقة تجاه بعض المرشحين. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق يشكل منذ ولايته الأولى عام 2016 مادة دسمة للسخرية السياسية بسبب مواقفه الحادة وتصريحاته النارية التي تحمل كثيرا من التنمر، إضافة إلى قصة شعره المميزة وغير المألوفة، وهو ما دفع رسامو الكاريكاتير إلى الإبداع والإسهاب في استعراض كلماته بطرق كوميدية أو بصور بدون تعليق تحمل رسائل محددة. موقع قناة فوكس نيوز استعرض مجموعة من أبرز الرسوم الكاريكاتورية والصور الكرتونية الساخرة حول المشهد الانتخابي الحالي في الولايات المتحدة بصفة عامة، وكذا حالة الاستقطاب التي تسيطر على الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. كما نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية سلسلة متنوعة من الرسوم الكرتونية التي تجسد آراء المرشحين في القضايا الملحة بالنسبة للناخبين، نستعرض بعضا منها. التراشق بالقمامة ربما لم يحدث فعليا على الأرض بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكنه حدث على مستوى التصريحات فأصبحت مادة أساسية في رسوم الكاريكاتير. القصة بدأت من ترامب الذي وصف الولايات المتحدة بأنها أصبحت صندوق قمامة للعالم، وهو ما رد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أنصار ترامب هم القمامة. ذلك التراشق منح فرصة ذهبية للرسامين في عرض هذا المشهد بأسلوب ساخر. بطريقة احتفالات الأمريكيين بالهالوين أو ما يعرف بعيد الهلع، نشر رسام ساخر سؤالا بعنوان خدعة أم هدية، مصورا فيه هاريس وترامب وهما يغنيان ويتمتمان بكلمات عشوائية ضمن حملتهما الانتخابية في محاولة لجذب الناخبين، في إشارة من الرسام بعدها وجود خطة واضحة لدى المرشحين. فيلو ترامب وحمار هاريس، شعار الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقفان في مواجهة ويلومان بعضهما البعض. كان هذا موضوع كاريكاتير نشرته فوكس نيوز يظهر فيه الحمار مرتديا بلبس
رسمية ويتهم ترامب بالفاشية، ليرد عليه الفيل قائلا إن هذا يعادل فقط وصف الديمقراطيين لهاريس بأنها جادة في العمل ومنافسة لنا. الحملات الدعائية التابعة لهاريس تنصح النساء بانتخاب كاميلا بينما يخبرون أزواجهم بانتخاب ترامب. كاريكاتير آخر يظهر فيه رجل يقف إلى جوار سيدة وهما يتابعان على الشاشة حملات الدعاية الخاصة بالانتخابات، وتظهر السيدة وهي ترد قائلة إن هاريس تظن أن النساء ترغب في رئيس يتبنى استراتيجية تتضمن الكذب على الناس الذين يثقون به. الناشرون ورؤساء تحرير العديد من الصحف التي تقوم بنشر رسوم الكاريكاتير قالوا إن معسكري ترامب وهاريس جلبا على نفسيهما السخرية، فمنذ بداية الحملات الانتخابية وهما يعتمدان بعض الشيء على الشخصنة والتنمر السياسي كوسيلة لتقوية صورتهما وزيادة شعبيتهما والنيل من الخصم، مما ينعكس بصورة واضحة في الرسوم الكاريكاتيرية باعتبارها إحدى أدوات التنافس التي تتمتع بسخرية وخفة ظل تمكنها من الوصول إلى قواعد شعبية واسعة. أعود إليك مرة أخرى ياسر، وأتمنى أن يكون هذا العرض قد أوضح جزءا مما يقوم به الكاريكاتير في هذه الانتخابات. أنا كنت سأقول بوضوح أي فرصة يمكن تكون لرسام كاريكاتير أو رسم كرتوني في وجود شخصية مثل ترامب مرشح للرئاسة وكمالا هاريس، أيضا هم استغلوا هذه الفرصة بنجاح باهر كما كان واضحا على الشاشة خلفك. شكرا جزيلا أحمد. شكرا لك ياسر. تمثل الولايات المتحدة قوة مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تؤثر القرارات والسياسات الأمريكية على حركة الاقتصاد في كافة بقاع الأرض، وتتخذ انتخابات العام 2024 أبعادا أكثر دقة نظرا لإجرائها في خضم موج متلاطم من الأزمات المؤثرة، وذلك على الصعيدين الأمريكي والعالمي. قوة مهمة تمثلها الولايات المتحدة بالنسبة للاقتصاد العالمي. قرارات مثل تعديل أسعار الفائدة ومؤشرات التضخم وغيرهما. إضافة إلى الانتخابات الرئاسية. مسائل كلها تلقي بآثار على حركة الاقتصاد على كافة بقاع الأرض. الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي يفوق 28 تريليون دولار، كما تتمتع الولايات المتحدة بحجم تشابكات اقتصادية دولية ضخمة. سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي يؤثر على مجمل الديون والفوائد في العالم، فيما تحكم واشنطن الاقتصاد العالمي، إذ تعد القائد الملهم الذي تعتبر قراراته بمثابة توجيهات لمسارات الاقتصادات الأخرى. البيئة السياسية تؤثر على الاقتصاد، وأسلوب الحسم الانتخابي مهم للغاية. وعلى الرغم من أن الانتخابات الأمريكية عادة ما تتسم بالوضوح والاستقرار، إلى أن انتخابات 2020 خلقت حالة من القلق غير معتادة بعد أن رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الخروج من البيت الأبيض ببساطة، وهو ما قد ينسحب على انتخابات 2024 التي يتنافس فيها ترامب في مواجهة الديمقراطية كامالا هاريس. انتخابات 2024 تتخذ أبعاداً أكثر دقة نظراً لإجرائها في خضم موج متلاطم من الأزمات المؤثرة، وذلك على الصعيدين الأمريكي والعالمي. أثر الانتخابات الأمريكية على اقتصاد العالم يمتد إلى ما بعد الاقتراع، إذ تحدد سياسة الحزب الحاكم ملامح الأوضاع الاقتصادية خلال فترة تمتد لأربع سنوات. تاريخياً يتبنى الحزب الجمهوري برنامجاً يحفز القطاع الخاص ويقلص تدخل الدولة، بينما يهتم منافسه الديمقراطي بتعزيز دور الحكومة الفيدرالية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة.
سياسات التصنيع وقواعد الملكية الفكرية وسبل حماية المنتجات الأمريكية وفرض قيود على اقتصادات أخرى، قضايا مهمة تحددها سياسات الحزب الحاكم، وهو ما يزداد أهمية وسط خلافات حادة بين واشنطن وبكين، الأمر الذي يعني أن السياسات الاقتصادية الأمريكية تحدد أسس ومسارات حركة التجارة العالمية. تواصل مراكز الأبحاث إجراء المزيد من استطلاعات الرأي حول مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. المزيد الآن مشاهدينا الكرام مع زميل أحمد عيد. أحمد، سيكون معك بعد لحظات أرقام شديدة التقارب، يعني تظهر بالفعل مدى صعوبة هذه الانتخابات هذه المرة بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس. تفضل. شكرا لك ياسر. كشف مركز إديسون لاستطلاعات الرأي بعض المؤشرات للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أمام منافسته كاميلا هاريس، حيث أشار المركز إلى أن 48% من الناخبين ينتظرون بشكل إيجابي ترامب مقابل 47 لهاريس. ففي ولاية بنسلفانيا التي تلقب بأم المعارك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 47 حسب استطلاعات الرأي، فيما حصلت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس على 46% بشكل مبدئي. وفي ولاية أريزونا المعروفة بأنها إحدى الولايات الأمريكية المتأرجحة، حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 46%، فيما حصلت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس على 46% في نسبة متساوية حتى الآن، وذلك وفق استطلاع رأي أجراه مركز إديسون. وتشهد ولاية ميتشيغان منافسة حادة بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث حصل دونالد ترامب حتى الآن على 45%، فيما حصلت غريمته كاميلا هاريس على 47% طبقا لإديسون. وفي ولاية نورث كارولينا إحدى الولايات المتأرجحة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 43%، فيما حصلت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس على 48%. هاريس في تفوق نسبي لها على ترامب حتى الآن، حيث لم تظهر بعد أي نتائج رسمية. ولاية جورجيا إحدى الولايات المتأرجحة أيضا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ حصل ترامب على 46%، فيما حصلت هاريس على 49% في تفوق واضح لمرشحة الحزب الديمقراطي على غريمها من الحزب الجمهوري، كما أوضح مركز إديسون لاستطلاعات الرأي. نيفادا إحدى الولايات المتأرجحة أيضا التي شهدت منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 47%، فيما حصلت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس على 44% حتى الآن. وعودة إليك مرة أخرى ياسر. شكرا لك أحمد. باتت أزمة الإسكان في الولايات المتحدة قضية حاسمة في الانتخابات الرئاسية، فأسعار الفائدة المرتفعة تركت السوق راكدة مع انخفاض المعروض وارتفاع تكلفة الإيجارات. وعلى هذه الخلفية قدمت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب مقترحات يزعمان أنها ستجعل الحلم الأمريكي في متناول المزيد من المواطنين. في انتخابات يشوبها القلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، تظل أزمة الإسكان قضية محورية أمام مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ملايين الأمريكيين لا يستطيعون تحمل تكاليف أو استئجار منزل لأسباب عدة، على رأسها العجز في المعروض
الذي دفع أسعار الوحدات لأرقام قياسية وارتفاع أسعار الرهن العقاري. وعلى وقع أزمة الإسكان، قدم كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب مقترحات يزعمان أنها ستجعل الحلم الأمريكي في متناول المزيد من المواطنين. هاريس وضعت خارطة طريق مفصلة للسياسات الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى السكن بأسعار مناسبة لكل من مشتري المنازل والمستأجرين، بما في ذلك تقديم مساعدة تصل إلى 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة في شكل دفعة أولى، وحوافز ضريبية لشركات البناء، وأموال فيدرالية للمدن لتسريع البناء. حملة المرشحة الديمقراطية تزعم أن خطتها ستضيف 3 ملايين وحدة سكنية جديدة على مدار السنوات الأربع المقبلة، لكن اقتراح هاريس يواجه مخاطر الخروج بنتائج عكسية، إذ يحذر خبراء الاقتصاد من أن تقديم حافز للمشتري عندما يظل المعروض من المنازل محدوداً في العديد من الأسواق قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. على الجانب الآخر، يقول دونالد ترامب إنه سيعمل على توفير حوافز ضريبية لمشتري المنازل وخفض القيود غير الضرورية على بناء المنازل وتوفير بعض الأراضي الفيدرالية لبناء المساكن. المرشح الجمهوري ربط بين أزمة الإسكان في الولايات المتحدة والهجرة، وزعم ترامب أنه سيعمل على خفض تكاليف الإسكان من خلال الحد من التضخم ووقف الهجرة غير الشرعية، إلا أن إلقاء اللوم في الأزمة على المهاجرين أمر يرفضه الخبراء الذين أشاروا إلى أن عملية الترحيل الجماعي تؤدي إلى تفاقم مشكلة العرض، لأن ثلث القوة العاملة في صناعة بناء المساكن من المهاجرين. وبغض النظر عن حقيقة أن العديد من سياسات المرشحين سوف تتطلب دعم أغلبية المرشحين في الكونغرس، وهو ما قد لا يحظى به الرئيس القادم، يرى خبراء الاقتصاد أن برامج الحملات الانتخابية تقدم بعض الأفكار الجيدة، ولكنها لا تقدم حلولاً أكيدة للتحديات التي تواجه سوق الإسكان الأمريكي منذ فترة طويلة. ما زلنا نتابع مع حضراتكم النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية. فبعد فرز 10% من الأصوات في ولاية إنديانا، كشفت النتائج عن حصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب على نسبة 57.6% من الأصوات، بينما حصلت الديمقراطية كامالا هاريس على 41.1%. مفارقات عديدة تميز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، من أبرزها حبه للظهور أمام الكاميرات وإلقاء الخطابات الرنانة والمثيرة للجدل، لكنه دائما ما يكيل الاتهامات للإعلام الأمريكي. وعادة ما تعمد ترامب اتهام الإعلام بأنه العدو الأول للشعب الأمريكي، ما جعله يخسر في انتخابات العام 2020 أمام جو بايدن، لكنه كان أكثر ذكاء في الانتخابات الحالية ولم يحاول كسب المزيد من الأعداء. يهوى الكاميرا، لكنه كثير الانتقاد لها، محب للظهور أمامها، لكنه لا يثق بها على الإطلاق. هذه هي علاقة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة الحالي دونالد ترامب مع الإعلام. اشتهر بتسريحة شعره اللافتة للانتباه، وارتبط اسمه بتصريحاته المثيرة للجدل. فعلى مدار سنوات لم تكن العلاقة بين ترامب والإعلام على ما يرام، وبذلك يكون الرئيس المثير للجدل قد خالف جميع رؤساء الولايات المتحدة السابقين الذين جمعتهم مع الإعلام علاقات جيدة. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. What a stupid question. And the fake news media that we have in this country. ومنذ اليوم الأول من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض،
عام 2017 تعمد إهانة الإعلام الأمريكي بصورة متكررة، متهماً إياه بأنه العدو الأول للشعب الأمريكي، ما دفع الإعلام خاصة الديمقراطية منه لشن حملات عليه لعدة سنوات متتالية، قد تكون أحد الأسباب التي أدت إلى خسارته للانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام الرئيس الحالي جو بايدن. ومنذ أن أعلن ترامب ترشحه على مقعد الرئاسة الأمريكية مرت علاقته بالإعلام بتحولات دراماتيكية بدأت خلال محاكمته عام 2023 مروراً بجميع التهم المختلفة التي نسبت إليه، حيث تعمد الإعلام الأمريكي إبراز تصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقها خلال الفترة الماضية فيما يخص ملف الهجرة والتعاون مع حلف الناتو، ما تسبب في إحداث حالة من التخوف والريبة لدى الداخل الأمريكي. ذروة الخلافات بين ترامب والإعلام بلغت أشدها عندما اتهم سيد البيت الأبيض السابق وسائل الإعلام الأمريكية بمحاولة النيل منه قبل الانتخابات الرئاسية. وعلى مدار عقود مضت يلعب الإعلام الأمريكي دوراً كبيراً في مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تنقسم توجهات وسائل الإعلام الأمريكية ما بين الجمهوري والديمقراطي، فكل منهما يعمل على تعزيز الاستقطاب والتأثير على السلوك الانتخابي للجمهور الأمريكي. فهل يتجه ترامب لفتح صفحة جديدة مع الإعلام